بعدين ترقى الجبال ترقى نفس الجبال. نفس نفس اللي سبحان نعم. الله نفس اللي أسأل الله يوفقنا وياكم. عبد الحميد حدثنا عن عمان كذلك، ايش اللي ما بقي تطرقنا فيه عن عمان؟ والله شيء ما بقي تكلمنا عنه. انت ما خليت علم لا باقي عندي. ايوه ابغاك تتكلم انت عن الشعر وانواعه في عمان، وايش اشهر انواع الشعر الشعبي او الهزيج الشعبيه. ايوه اسلم. شوفوا طبعا اول هاي الشعر، الشعر الفصيح والشعر الشعبي اللي معروف في الجزيره العربيه كامله اللي هو النظم. نعم. لكن بعدين في انواع اخرى عندكم اللي هي المحاوره. ايه يقابلها في العراق اللي هو يسمونها الابوذيه. ابوذيه؟ ابوذيه. ابوذيه؟ ايوه. هذه في العراق زي المحاوره. في العراق ايوه، يعني انت تقول بس بشرط انها تنتهي بالايه. ايه اخر شيء. ايه بيتين او ثلاث ابيات، والبيت الرابع ايه. ايه علي كذا. في البحرين نفسها بالضبط يسمونها مثل الأبوذية، هي نفسها بس عمان. عمان احنا نسميه الميدان. الميدان ايوه نفس المحاورة. نفس المحاورة نفس هذه، بس فيها تكون ما بين اثنين، اما ان بس ابيات مثل المزامط مثل ما قال ابو ماهل. تحدي. ايوه التحدي، او انه بشكل مبطن زي ما عندنا. ايوه المعنى في بطن الشاعر. فرقه هناك وفرقه هني، وهم يجيبونها بشكل لحن واداها تصفيق. زي القلطه. ولا غير؟ لا 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 اخف عندنا. ما في تصفيق، يجيبونها لال يا لال. هذه اسمها الميدان. ايوه غيرها الشاعر يقول لهم هني، يروح يرد عليه الثاني ثلاث اشطر، الشطر الرابع مختلف. أيه. كلهم يتلاقون في الشطر الرابع، فهذا ميدان. في ميدان مربع مخمس اللي هو اما يكون رباعي او ثلاثي او خماسي او سباعي اللي هو مسبع. لو سالتك وقلت اعطني اشهر اعطني اشهر ثلاثه شعراء على مستوى سلطنه عمان، ما اقدر اقول لك اشهر لان الاسماء كثيره، لكن انا بجيب لك الاسماء القديمه عندنا. يعني ايوه الاسماء القديمه عندنا سواء في الشعر او في الميدان معروفين. شاعر يسمونه ود وزير. ولد وزير. ولد وزير. ايوه سعيد اعتقد اسمه ولد وزير. وشاعر اخر ولد وزير يسمونه ولد وزير. اي ولد وزير. ايوه ولد وزير. هذا يمكن من اشهر الاسماء اللي كانت عندنا قديما. توفى طبعا. اي قديما. لا الان لا الحين الاسماء كثر يعني ما يعني عدلنا ما تقدر تذكر اسم، تخاف تغلط تزعل يزعلون عليك. يزعل الثاني وتنزل. لو سألتنا مثلا تقول يعني الان شعراء في السعوديه مشهورين، قلت لك مثلا سعد بن جدران. ايه؟ بن عون. لا هذا ما رشيد الزلامي. ايه صح ولد عم الرجاذة. ما شاء الله. ما شاء الله. يعني تسمعون قصائد بن جدران هناك في عمان؟ يا ريال بن جدران ما في بيت ما حافظ قصائد بن جدران. حتى في عمان؟ حتى في عمان. ما شاء الله. هذا من جماعتي. شاعر. الله يعفو عنه. تجاوز عنه. وحنا نقول حنا ما هو عشان من قبيلتنا بس الناس اتفقوا انه شعر العرب الاول يعني. لا لا ما عليه الوصف وفي صح 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 صح. وكل ديرة فيها حق من رجالها وفيها شعراء متميزين، والتميز ما هو حكر الا حد دون حد. الفقر ما هو عيب، تدري وش العيب؟ ايه انك غني والبيت ما حدا يدل البيت. يعني يكفي البيت هذا يعني. اشهد اشهد اشهد. ايه طيب عطنا من ما تحفظ اي شيء من القصائد القديمه العمانيه حتى لو ما هي لك تنقل لنا. ما حافظ انا، ما حافظ انا حتى قصائدي ما حافظهن يعني. سبحان الله عندي ملكه الحفظ شويه يعني تعبانه عندي. ما مش طيب عطنا ما تيسر لك، ولا عطنا قصه من التراث العماني، ولا تصرف. شوف ايش هي قصيدة يا اخو يوسف اللي عندك قصه. انا عندي شعر قديم. طيب ناخذ ناخذ من عند عبد الحميد ونرجع. تفضل تفضل عبد الحميد. هي قصيده على شكل قصه يعني. اسلم.